التواصل مستمر، نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط واندفاعات هذا الشوط، شوط ما قبل الختام. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعات هذا الشوط والأسماء المندفعة والمنطلقة في هذه اللحظات. نشاهد هنا المراكز الأولى المتقدمة، نشاهد اللي في مقدمة الشوط، هناك نتابع وإياكم المقدمة والصدارة في هذه اللحظات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات المقدمة، هنا المركز الأول سيوف لفهد بن علي بن عبد الله المهندي على المركز الأول، ولكن نرى اللي تسللت من الجانب الأيمن في هذه اللحظات على مقدمة الشوط، اللحظات لناخذ رقم صاحبة المركز الأول. نشاهد في هذه اللحظات المقدمة والصدارة، هنا في هذه اللحظات نشاهد اللي في المقدمة وشعار بن حنزاب، بشعار بن حنزاب هنا في مقدمة الشوط مع الجازي لعبد الرحمن بن علي بن راشد الفهيدة المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني اللي هي سيوف لفهد بن علي بن عبد الله المهندي المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات اللي تسللت بدورها على المركز الثاني، نشاهد هنا الانطلاق مع صاحبة المركز الثاني في هذه اللحظات وانطلاقة صاحبة المركز الثاني، نوايا لعبد الله بن راشد بن عبد الله المغرز على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات اللي وصلتنا مهمة لراكان بن حزام بن محمد بن راشد المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الوصول من شعار الرومي في هذه اللحظات، من يصلنا اللي هي عنايد لفهد محمد بن راشد الدوسري في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا الوصول في هذه اللحظات مع شعار السيلية، يا سلام، مع سودة لهجر السيلية في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق والاندفاع في هذا الشوط. نشاهد وإياكم هذا الانطلاق والعودة مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى التحدي مع المركز الأول ومع الجازي لعبد الرحمن بن علي بن راشد ألف هيدة مع المركز الأول ومع الجازي اللي في مقدمة الشوط المركز الثاني. نتابع صاحبة المركز الثاني نوايا عبد الله بن راشد بن عبد الله المغرز مع المركز الثاني. المركز الثالث نشاهد هنا وصول من عنايد لفهد محمد بن راشد الرومي الدوسري مع المركز الثالث، هذه اللحظات غيرت على المركز الثاني. المركز الثالث شوف الدخول الجديد مع ايضا وهيله حمد بن محمد بن سالم بن خزينه المري يصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع هجن السيليه مع المركز الرابع هنا في هذه اللحظات ووصول من سوده لهجن السيليه. المركز الخامس شوف اللي قادمه مع المركز الخامس هناك من الجانب الايمن في هذه اللحظات. نشاهد ويبدو لنا شعار المشروم، يا سلام يا هذا الشوط والتحدي والإثارة. نتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع، ولكن أيضا هنا تصلنا صواب حسن بن محمد بن راشد الصعاق المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، هناك أسماء من وقادمة بشعار عامر بن عبد الله بن حسن الفهيدة، يا سلام مع هذا الشوط. شوفوا الكوكب الجماعية، شوفوا الأعداد هنا في هذا الشوط. نتابع وإياكم، ولكن شوفوا التسلل، شوفوا تغيير المراكز، ما شاء الله تبارك الله، ما يقارب ال15 أو 20 مشاركة في كادر واحد في الكادر أيضا العلوي. نشاهد هذه اللحظات مقدمة الشوط، نتابع عنايد آخر من سجل في هذا الكشف وهي أول من يقود هذا الشوط فهد بن محمد بن راشد الرومي الدوسري، بينما المركز الثاني شوفوا الوصول، شوفوا القدوم من شواهين سالم بن عايض بن سالم بن خجيمة العذبة مع المركز الثاني، غيرت على مقدمة الشوط شعار بن دلموك على المركز الثالث. نتابع أول ندى لقطنة جابر بن فرج بن حمد بن دلموك المر، يا سلام. المركز الرابع نشاهد مرموقة لمحمد بن عبد الهادي بن علي الغيثاني مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن ذروة أيضا قادم مع الشحانية لمحمد بن جر الله
بن سعيد بن ذروه البريدي قادم هنا، شعار بن سالمين قادم. يا سلام، شوفوا الشعارات، شوفوا التحدي والإثارة. بوابة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، يا الرومي يا الدوسري، يا سلام يا سلام يا راعي عنايد عنايد عنايد، ومعانده معانده عنايد على المقدمة، ما طاعت تسلم المقدمة والصدارة، تبي الفوز وتبي الناموس. وركز ركز أيضا يا الرومي، ركز هنا مع مقدمة الشوط، يا فهد يا بن محمد يا الدوسري. ولكن شوفوا الهجوم، شوفوا القدوم في هذه اللحظات من الوصول اللي وصلت هنا اللي هي مزنة حمد بن محمد بن حمد بن عبدان المري مع المركز الثاني. ولكن شوفوا القدوم في هذه اللحظات، حمد بن جلال الله بن حسين هنا في هذه اللحظات الوصول اللي هي ايضا الذيبه، حمد بن جلال الله بن علي بن حسين البريدي المركز الثالث، تابع اللي في المركز الثالث اللي في الوصول، الله متعبه بخيت بن محمد بن بخيت بن قحيز المري المركز الرابع. شوف القدوم، مصيحه عبد العزيز بن جاسم بن ربيعه الكواري، الله يا بن ربيعه. ولكن هنا بن حسين والرومي، الرومي فهد مع عنايد عنايد عنايد، ولكن بريدي مع الذيبة 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 وبكرة بن ربيعة. يا سلام يا سلام، هنا في هذه اللحظات اللي قادمة، يا سلام اللي هي مصيحة لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، غيرت على المقدمة، غيرت على الفوز. سلام وتحية واحترام مع هذا الفوز، والسلام إلى أهل صغوة على هذا الفوز. هنا في هذا الشوط مصيحة لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري المركز الثاني، الذيبة لحمد بن جر الله بن حسين البريدي المركز الثالث، المركز الثالث عنايد فهد محمد بن راشد الرومي الدوسري المركز الرابع، المركز الرابع وصلت هنا مزنة لحمد محمد بن حمد بن عبدان المري المركز الخامس، المركز الخامس وصلت هناك اللي هي متعبة لبخيت بن محمد بن بخيت بن قحيز المري. يا سلام يا سلام، يا هذا الشوط 7 دقائق 42 ثانية، 53 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك مصيحة عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري الذيبة على المركز الثاني، 7 دقائق 42 ثانية، 73 جزء من الثانية، تهانينا لحمد بن جلالله بن حسين البريدي المركز الثالث، وصلت عنايد 7 دقائق 42 ثانية، 79 جزء من الثانية، تهانينا لفهد بن محمد بن راشد.